السلام عليكم، وياكم رشا من مطبخ رشا. نبدأ بذكر الرحمن مع فيديو من فيديوهاتنا الحلوة، وهالمرة اجيتكم بوصفة جدا مميزة وجدا جدا طيبة. اتمنى ان شاء الله تجربوها وحتشوفون شنو المكونات، واكيد حتعجبكم. طبعا بهذا اليوم كانت ماما لقيتها سالقة بوتيتة للعشاء، فانا اعرف ان عندنا جبن بالثلاجة وعندنا لحم مفروم جدا جدا قليل، فسويت طلعت الجبن واخذت البوتيتا اللي سالقتها ماما وحضرت كل المكونات، وحبيت اسوي طبق جديد. اكيد حنبدي بيه وشوفون شو المكونات وشلون يصير. طبعا قبل ما ابدي بالفيديو، اتمنى اللي زايريني اول مره يشتركون بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي، ولايك للفيديو اذا عجبكم. المكونات اللي انا احتاجها: البوتيتا اكيد ماما سالقتها ومكملتها هذه، وعندنا حبة بصل حجم متوسط وبصل اخضر وفلفل اخضر بارد وطماطة. عندكم فلفل الوان يفيد هالوصفة، هم ينطيها لون حلو وشكل حلو، وكذلك الطعم يطلع رهيب. البوتيتا السلق خليتها بهالكاسة وحولتها للبنات حتى يبدون يقشروها الي على مود ابدي اسويها عجينة. اما بالنسبة للمكونات البقية، عند البصل الاخضر والبصل والفلفل والطماطة ابدي افرمهم بشكل متوسط، يعني ماكو مشكلة تفرموهم ناعم تفرموهم متوسط، هذا حسب رغبتكم. اني الصراحة احب المختصر المفيد انه الفرم يكون حجم متوسط يعجبني. فهنا حكمل كل المكونات وافرمهم، وقلت لكم عندي لحم مفروم جدا قليل بالفريز، طلعته وضفته داخل مي بارد على مود شوية يفك الثلج منه، وأبدي أحمس به، لأنه أنا يعني صدفة وإجتني هالفكرة مات الطبق، فطلعت اللحم المفروم هو شوية جامد يعني بشكل قوي، فشلون ألحق بسرعة أخليه بمي وأنتظره يذوب ونرجع نكمل الوصفة مالتنا. طبعا هنا جهزت عندي المكونات كلها فرمتها، واللحم شوية ذاب من عند الثلج، حبدي أبدي أسوي الحشوة مالتنا، وبعدين أبدي بالطبقات اللي هي مالت البوتيتا. هنا بالبداية بالطاوة ضفت شوية زيت، وحبدي أضيف اللحم اللي أنا شوية طلعته من المجمدة وشوية ذوبته على مود الثلج ينشال من عنده. مو ذوبته انه يكون ماي حار، لا، مجرد اي شيء عندنا متجمد مثل صدر دجاج او لحم، مجرد تخلوه بمي بارد هو يبدي يفك شوية شوية. اذا خليته مي دافي او مي حار على مود انه تسرعون عملية الذواب، حتصير ريحة زفارة بالاكل. هذه اخذوها نصيحة للي ما مجربها. هنا عندي بعد ما تغير لون اللحم ونشف المي اللي طلع من اللحم، شوفوا هذا عندي شوي قطعة متجمدة، المفروض اخلي اللحم نهائيا ما يكون بلون احمر. يلا ابدي اضيف البصل واضيف البهارات اللي انا احتاجها. هنا ضفت شوية ورق غار، كم ورقة صغيرة على مود اشيل شوي قطع زفارة موجود داخل اللحم. وعندي هنا جوزة الطيب العفو او جوزة البوة يسموها، ابرش شوية برش خفيف، تنطي نكهة جدا طيبة للحم، دائما اذا تحبون اضيفوها. وبعدها ابدي اضيف البصل الاخضر، وابدي اخليهم يتجانس البصل واللحم، وطبعا اكيد ما انسى رشة الملح حتى يذبل البصل عندي.
طبعا هنا بعد ما ذبل عندي البصل الاخضر ابدي اضيف الفلفل الاخضر البارد، وقلت لكم اذا عندكم فلفل الوان ينطي لون حلو، وبالاضافة اكيد الى نكهته جدا مميزة. انطيه حمسة خفيفة حتى شوية يذبل عندي الفلفل الاخضر، وبعدها ابدي ابهر. شنو البهارات اللي احتاجها حسب رغبتكم، انا هنا ضفت شوية بابريكا، شوية سبع بهارات تقدرون تستبدلوها ببهارات قدر، وشوية فلفل اسود، اذا عندكم فلفل ابيض فلفل احمر ما تحبوا استغنوا عنه ماكو اي مشكلة. وبعدها انطيهم خمسة العفو، طبعا بالتعليقات حيظهروا لي كم سحقت، وانطيها خمسة خفيفة، وبعدها اضيف شوية اوريجانو تنطي طعم جدا طيب وجدا مميز. انطيها خمسة كذلك شوية خفيفة، وبعدها اضيف الطماطة اللي اني فرمتها، وبعدين بعد ما تنحمس كل المكونات اضيف اخر شيء تقريبا اقل من ربع كوب شوية مي، على مود شنو تختلط كل المكونات وتنطي نتيجة، حتى ريحة الحشوة نفسها حتصير شوية مختلفة، يعني اطيب مما تبقى لها الحالة. ونتوقف هنا، ضفت المي مالتي واتركها بس شوية تفور، يعني مو تفور وانما يطلع بخار قوي، اقلل النار واخليها لحد ما تنشف المي مالتها. هنا عندي البوتيتا اللي ماما سالقتها وجاهزة عندي، مجرد اهرسها هرس ناعم. بعد ما هرستها بهالشكل ابدي ابهرها، اضيف انا شوية اكيد ملح، واضيف كذلك شوية فلفل اسود ينطيها نكهة شوية طيبة، واني فرمت شوية كرفس عندي كذلك اضيفها لها تنطيها طعم مميز اكثر مما تكون سادة بلا كرفس. طبعا بعد ما كملت عجن البوتيتا مالتي بهالشكل طلعت جدا حلوة، وعجينة ملمسة يكون كلش ناعم. ابدي احضر القالب مالتي او البايركس اللي حقدم به، نفس القالب اللي اني حستخدمه وادخله للفرن هو نفسه اللي حقدم به، يعني ما راح احول هالماعون ثاني او شي، لا هو نفسه اقدم به. البايركس ضفت له شوية زيت وزعته على جميع جوانب القالب، وبديت اضيف العجينة مالتي اوزعها كل القالب، وكذلك اسطحها بشكل متساوي. ليش؟ حتى من يكمل القالب مالتي بعد ما يطلع من الفرن من اجي اقدمه راح تنشاف الطبقات الحلوة مالته، طبقة بوتيتا طبقة لحم وطبقة جبن، يعني يطلع الشكل جدا حلو، طبعا ناهيك عن الطعم ولا اروع. اتمنى ان شاء الله تجربوه. بعد ما سطحتها للبوتيتا او العجينة نقول، ابدي اضيف الحشوة مالتي. هنا الريحة ما احكي لكم عنها، البصل الاخضر والفلفل الاخضر انطاها طعم العفو رهيب جدا وكلش حلو. وما ننسى اكيد البهارات اللي ضفناها كذلك، اوزعها بهالشكل المتساوي، اكيد خلي اوصلها نهاية القالب حتى قلتلكم تظهر الطبقات مالتنا. وطبعا هنا كملت الطبقة مالت اللحم، هسه ابدي اضيف طبقة الجبن. هنا حضيف شوية كمية حلوة مدام عندي جبن، تطلع جدا طيبة، بالاضافة الى انه تنطيها نكهة جدا طيبة. اعيد وازيد على قولتهم، هذا الطبق يصلح للعزومات، انه يكون طبق جانبي جدا، طبق مشرف وحلو بنفس الوقت، يعني ما خسرنا به هواي شغلات. اللحم جدا قليل، البوتيتا متوفرة، ما عدا الجبن اذا كان موجود عندكم تقدرون تضيفوه، اذا كان حتى لو كان قليل عندكم تقدرون شلون تسوون تشكيله حلوه تضيفون بقسم ويا الجبن اذا كان عندكم قليل، ينطي حلو لون من اعلى البايركس. طبعا هنا ضفت شويه زعتر بالوسط لان اخواتي ما يحبوه، فقط انا احبه، وزينتها بالفلفل الاخضر بهالشكل مثل البيتزا، تنطي شكل حلو، اكيد طعم جدا طيب. الفرن انا محضرته على درجه 230 الى 240
40 نقول من الأسفل لحد ما تتحمر الطبقة، وبعدين أخليها من الأعلى تتحمر وطلعت لنا بهالشكل. يا رب إن شاء الله عجبكم هذا الطبق وعجبتكم هالوصفة. طبعا ما إلها اسم، فمحتارة بالاسم شنو أسميها. أكيد حسميها وصفة رشاوي، لأنه اخترعتها على السريع، أو مو اخترعتها وإنما إجت الفكرة ببالي بصورة سريعة. أتمنى إن شاء الله تجربوها، وإن شاء الله تكتبوا لي بالتعليقات إنه شلون جربتوها وعجبتكم. نهاية الفيديو أحب أقول أهلا وسهلا بكل المشتركين الجدد اللي دينوروني، وإن شاء الله تكون قناتي عد حسن ظنكم، ومع السلامة.